طيب شفتوا أزمة كرة السلة ولا زالت مستمرة على فكرة. لما اتكلمنا هنا وقلنا هي الناس ليه سايبة الحقيقة، والمهندس عدلي أشار في البداية هي الناس ليه همها خرق النظام، في نظام موجود اتقال انه بعد 21 مارس مفيش جمهور يحضر، اتقال ان القصور حاضر على اعضاء مجلس الإدارة، لا استثنى لا شيكابالا ولا إمام عاشور ولا حازم إمام ولا خالد بيبو ولا أي حد، ده قرار صدر وتم تنفيذه اعتبارا من 21 مارس. يرجع يقول لك لا ما مباراة الأهلي شهدت حضور جمهور، يا سيدي بقول لك من 21 مارس والقرار تم تفعيله وبسبب جماهير الزمالك في مباراة سموحة. احنا قلنا الكلام ده هنا، قالوا اطلعوا من البلد، طلعنا من البلد رحنا نسمعه لقيناه في قناة الزمالك للأستاذ طارق جبريل يا باشمهندس، قال كلام مهم جدا في قناة الزمالك عن هذه الأزمة نسمعه. بس انت بيبقى احساس صعب قوي عليك اما تحس ان مفيش عداله. اقول لحضرتك بصراحه موقف السله اللي فات مثلا انا ابن النادي يعني لكن ليه رايي ممكن ما يعجبش حد، بس انا بكلمه من طريقه يعني من بمفهوم قيادي شويه بمفهوم اداري شويه سميه زي ما تسميه يعني. في لائحه بتقول مفيش جمهور غير الاداريين ومجلس اداره. تمام. لائحه بتقول كده. تمام. طيب فانت النهارده نازل ملعب في جمهور، الجمهور ده قليل ان شاء الله 10 خرجوا بره خلاص. انا اسف كابتن شيكابالا بص راسه معلش عشان خاطري عشان نكمل الماتش لو سمحت. عادي جدا، انا عملتها مع مرتضى منصور وعزم مجاهد وانا كنت رئيس جهاز. كان ساعتها في جمهور بقى. يعني موقف حصل هو كابتن عزمي الله يرحمه كان هو البطل هذه الموقعة. كان أهلي وزمالك في الصالة عندنا والجمهور كان مليان على آخره، نصه أهلي ونصه زمالك أو الزمالك كان أكتر شوية وتشجيع بقى وأهلي وزمالك ونهائي دوري يعني كانت يعني مجزرة يعني. وإحنا مغلوبين فرق واحد أو اثنين على ما أتذكر، في اثنين أو ثلاثة كمان وبس لسه ماتش لسه قدام وبقيت الشوط الثاني كله. فجينا في أول الشوط الأولاني حصل مشكلة، فالمشكله بتقول لما الجمهور يشتم ده اللائحه عندنا في الهاندبول الجمهور يشتم يدي انذار في كارت احمر يخرج لعيب من عندنا. تمام خلاص ما اعرفش ماشي لغايه دلوقتي ولا بس اظنه ماشي لغاية. فالجمهور تعرف الجمهور الكوره فيعني شتم وقال اغاني مش عارف ايه، فالحكم انذر شتم تاني راح مطلع كارت احمر لغى لعيب من عندنا. وكان عزمي كان كابتن عزمي موجود خلاص ومرتضى كصوت مرتضى كمنظور كان ساعتها نائب رئيس نادي. فلقيت كابتن عزمي الله يرحمه فلقيته بيهيج الجمهور اكتر. ليه؟ عايز يلغي الماتش. اللي هو قال لنا يعني انا جريت انا شفته. قبل ما يلعب ماتش لقيت عزمي نازل ملعب نزل ملعب وبيزعق مع الحكم. وانت كنت رئيس جهاز كرة اليد عايز تحافظ على جريت له انا عايز احافظ انا عايز احافظ بص انا الاول عايز احافظ ما يصحش كده بص انا ليا كده يعني شويه مبادئ معينه كده يعني يمكن ما تعجبش ناس او ليه؟ تقول عليها اي حاجه لكن هو ده انا كده مش هتغير. ليه الجمهور يشتم؟ مش جمهوري وفصلتي ليه يشتم؟ غلط. كارت احمر حقه يدي كارت احمر. يعني 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 مش لائحه بتقول كده. هو ده الكلام. شخص محترم فاهم في الرياضه بيقول لك اللائحه كده، انا مساله عجباني مش عجباني، اذا حصل اختراق للائحه هاخد عقوبه خلاص لازم اقبلها، عشان ما اخدش العقوبه احترمها وانفذها. وده اللي انا عايز اقوله. يعني الزميل الذكي جدا هاني حتحوت لما جاب الاستاذ محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري الحقيقه قدمه تقديمه ذكيه قوي، قال لك الانيق اهتم باناقه اللفظ وأناقة المشهد وهو يقدمه، فهو ربطه في الحتة دي. لما بدأ يسأله الأسئلة بقى خرج من الأناقة للباقة بتاعة المحاور، ابتدى يسأله الأسئلة المحرجة اللي هو لقى نفسه عشان يظل أنيق فابتدى يجاوب بأناقة غير حاسمة. ممكن أصل إحنا يعني دي فاتت هم اتفقوا مع بعض، الكلام ده فين المسؤولية؟
تذكرها الأستاذ محمد عبد المطلب بعد الفاصل وكانت له الإجابات الحاسمة. طب لو الأهلي إحنا هنطبق النظام بشكل صارم على الجميع، مش بنبص مين اللي غلط، إحنا بنبص على الخطأ، اللي ارتكب الخطأ هيحاسب. ولذلك إحنا لما نرجع على ماتش، معلش هطول في الحتة دي عشان ليه علاقة بالتقديم اللي أنا كنت عايزه، ماتش كرة السلة اللي لسه الناس واخداه في سياق التحيز للأهلي والمظلومية وظلم الزمالك، ما احنا لعبنا قبل كده بجمهور في الأهلي تلعبت بجمهور في الأهلي لأن في الحتة اللي كانت تسمح بالمرونة اللي أنا مش موافق عليها وكل الأندية ما كانتش بتعترض فكانت الدنيا ماشية، لكن نتيجة خطأك أنت وخطأ جمهورك أنت وحصل في ملعبك أنت أمام سموحة، أنا شفت اللاعب الأجنبي بيضرب لاعب سموحة بالبوكس والمباراة بتستكمل، اديته انت تكنيكال فاول، لكن ازاي تستكمل المباراة؟ انت اديت واحد بالبوكس ألقاه أرضا ضربة قاضية في الملعب، ما سمعناش عن تداعيات الموقف ده بالذات، لكن سمعنا عن تداعيات المباراة، ان طب المباراة اللي يحصل فيها حاجة زي كده نتيجة حضور جماهيري وشغب جماهيري حصل بعدها ما قبلش الجمهور اللي حاضر ما قبلش العقوبة على لاعب ضرب لاعب بالبوكس، فحصل شغب بعد المباراة. اتحاد كرة السلة بدل ما ياخد عقوبة على الملعب خد عقوبة على اللعبة وقال لك ما فيش جماهير خالص بقى. انت عايز ايه تاني؟ طب انت رحت اتحاد سكندري تقول اتفقنا، ما اتحاد كان عنده جمهور وانا وافقت حر، بس غلط ان المباراه تقام. هو ده كنت اللي انا عايز اسمعه من الاستاذ محمد عبد المطلب. وعلى فكره مش الزمالك والاتحاد بس، كل المباريات لا اتلعبت فيها حضور جماهيري محدود. يا سيدي انا بتكلم بعد القرار بقى. لا بعد القرار خلاص. ما هوش مش عايزين نرجع بقى نقول اصل كان بيحضر جمهور. القرار اتخذ، ما فيش حد خالص غير مجالس ادارات الناديين والاجهزه الفنيه والاداريه للعب. فقط. انت رحت بقى اتفقت مع الاتحاد السكندري عشان ايه؟ تبرر لنفسك اما تغلط في ملعبك، ما انا وافقت الاتحاد السكندري. غلط ان كان اتحاد كرة السلة، لا كان لازم يطبق هنا، ما سيبهاش لاتفاق الناديين. طب سابها لاتفاق الناديين، انت حر فرط وهو بيحاول يحصر الموضوع. ما انا سبت للاتحاد والاتحاد، لا الاهلي والجزيره والزمالك والجزيره والاهلي والاتحاد، كل المباريات ديت حصل فيها حضور محدود لان دي قبل 20 مارس. الاتحاد كان بعد القرار يا استاذ ابراهيم، انا بتكلم اللي انت بتقوله ده كان مسموح بيه قبل 20 مارس، لكن بعد القرار انت مش مسموح لك تتفق مع حد، مش مسموح لك. ما ينفعش يتقال كنا بنسمح او هنسمح، ما هم اتفقوا وعايزين الدنيا تمشي، ما ينفعش الكلام ده. طب نفترض انك حاصل، انا ما ده مش معناه ان ده دي قاعده، انك انت تيجي في ملعبك عايز تستفيد من الموقف ده، انك انت تحضر جمهور يثبت بشهاده الشهود تجاوزاته، مش تجاوزاته بس، انه مدفوع للدخول لاثاره المشاكل. طيب هتيجي تقول والله الجمهور خرج بعد ايه؟ قرابه الساعه، لكن فضل بقى عدد محدود من نجوم الفريق الكره. هو انا عايز اسال سؤال، هو انت لما بتحط نظام الاكسر الاشاره الحمراء ياخد غرامه بتستثني حد؟ المفروض لا. لا، وبنقعد نفخر بان ده بيحترم بره ولازم يحترم عندنا، وبنتهكم على نفسنا في عدم قبول النظام. طب ليه احنا عايزين اي حد يستثنى؟ ماهيش قضيه شيكابالا، هي قضيه ان مفيش جمهور. وانا كنت اتوقع من النجوم الكبار اللي ذكر اسمهم، لان انا مش عايز اخدها في سياق النجوم والاشخاص، ان هم من نفسهم يعفوا الزمالك في حرصهم على مصلحه الزمالك انه ما يتعاقبش، لكن الاصرار على احراج اتحاد كرة السلة ادى الى ايه؟ عدم استكمال المباراة وتنفيذ اللائحة اللي ما تقدرش تقول انت نفذتها ليه؟ لانك انت لو قلت نفذتها ليه يبقى انت ما انتش عايز، مش عايز نظام اصلا، عايز ترتب كل موقف لايحة على الموقف اللي يخدمك. القضية قضية قبول بنظام، انت لا تقبل ان تحاسب بالقواعد النظاميه. كان هيبقى فيه مجامله للنادي الاهلي، ها،
لو ان انت فضيت الصلاه والاهلي ما رضاش يلعب يبقى الاهلي منسحب خلاص. لكن انت الاهلي مستني يتفرج الاتحاد هيتصرف ازاي. السؤال الحاسم طيب من الاستاذ بقى الذي صاغه بلباقه ايضا، طب الناحيه الثانيه لو كان حصل، قال له لا ثانيه ولا ثالثه. هنا تذكر الاستاذ محمد عبد المطلب مسؤوليته كان حاسما، لا هنطبق النظام بصرف النظر عن الاسماء. اللوائح يا استاذ ابراهيم وضعت لتحترم وتطبق. اذا تم اختراقها لحساب ايا يقول لك لو خالد بيبو، اتصور ان لو خالد بيبو موجود وشاف المشكله كان هينزل من نفسه، لكن لو قعد وما نزلش كان هيتقال له من فضلك يا كابتن خالد بمنتهى الادب ومنتهى الشياكه. ولو كان زعل الكابتن خالد بيبو وهو ما كانش هيزعل كان يبقى غلطان.